هذا وأبرز المواقع الرياضية العالمية ما تعرض له نجوم منتخب مصر من تجاوزات طوال المباراة الحاسمة مع السنغال في دكار. صحيفة يورو سبورت قالت إن النجم الدولي محمد صلاح استهدف بالعشرات من أجهزة الليزر قبل تسديد ركلة الترجيح الحاسمة. ونشر الموقع تغريدات لبعض الصحفيين الرياضيين الأجانب وصفوا فيها ما تعرض له صلاح وباقي لاعبي منتخب مصر طوال المباراة بالتجاوزات غير المقبولة، وأكدوا أن أي لاعب كان سيكون في موقف صلاح كان سيهدر ركلته بالتأكيد.